السلام عليكم ثلث سكان اليمن يعيشون في اكثر من ستين دوله عربيه واجنبيه ما بين مغترب بشكل مؤقت ومهاجر بشكل دائم في ظاهره تزايدت بنحو كبير خلال الثلاث العقود الماضيه حتى اصبح الاغتراب اليوم وبفعل الاوضاع المترديه امنيه وحلما مشاهدي الكرام يتجاوز عدد اليمنيين في الخارج وفق احصائيات رسميه حديثه صادره عن وزاره المغتربين بسبعة ملايين شخص ويمثلون ما نسبته 28 من اجمالي السكان و40% بالمئة من اجمالي القوى العامله. وتقدر ايضا تحويلاتهم النقديه الرسميه وغير الرسميه باكثر من عشرة مليارات دولار سنويا اضافه الى كل ذلك أن هناك الكثير من الطلاب اليمنيين في المهجر على إختلاف المراحل الأكاديمية ويعانون الأمرين. حول هذه المحاور يسعدنا أن نستضيف في برنامجنا النخبوي الأسبوعي ضيف التلفزيون المهندس أيمن السروري مستشار تطوير أعمال وباحث دكتوراه في ماليزيا مرحبا بك باش مهندس أيمن يا هلا. أهلا وسهلا فيكم وشرف لنا أن نكون معكم اليوم في هذه القناة التاريخية العريقة بامتياز وأن نكون مع هؤلاء الكوادر المتميزة وأن نكون بإذن الله ضيوفاً خفاف الظل قدر الإمكان ستكون كذلك نثق بكل الثقة بإذن الله حياك الله والمصادفة الجميلة أنك أيمن السروري يعني ابن العم حياك الله يا فيك <applause> نتشرف بك يا كثيراً و... حياك وابقاك نتمنى باذن الله ان نكون التوفيق في فدائم. حلقه طيبه ان شاء الله, الله. بدات مع في المقدمه ومن خلال هذه المقدمه والحديث عن النسبه المهوله التي سمعتها في بدايه نعم. عن هم نتحدث عن هم الاغتراب والبعد عن الوطن في ظل التحديات التي يعيشها ابناء الوطن اليوم وايضا في ظل الـ 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 الوضع الراهن الذي يعيشه ابناء بلادنا الحبيبه عن الاوطان هذه ويبحثون عن وطن اخر لعلهم يجدون المقام فيه وقد يطول حقيقه في هذا المقام قراءتكم عن المغترب والمعاناه التي يعيشها اليوم. طبعا هم الاغتراب هو الشيء الذي يثقل كاهل كل يمني على وجه الخصوص حيث انها قضيتنا وكاهل كل انسان في العالم. آه لأنها شيء آه عظيم وثقيل على, على الإنسان أن يتحمله بعيدا عن مسقط رأسه ومكانه الذي تربى وعاش ونضل من أجله آه حتى يصل إلى مرحلة من خدمة هذا المجتمع والكيان الذي ينتمي إليه لكن آه ظروف الحياة تجبر الإنسان على مختلف الأصعدة التي ذكرتها اخي الحبيب اما عن طريق التعليم او عن طريق الظروف التي تمر بها بلادنا الحبيبه للاسف الشديد ان العديد من من هاجروا حاليا الى خارج الوطن وكان كانت هجرتهم بصراحه مفاجاه لم يتوقعوها اصلا فحدث ما ما لم يكن في الحسبان التشرد والضياع وعدم الاحساس بوجود وطني يحتضنهم حتى على مستوى السؤال عنهم او المتابعه لاخبارهم واحوالهم في بعض الاماكن مما اضاف كاهلا كبيرا عليهم نعم يعني في هذا المحور بالذات ومحور حقيقة يتعبنا كثيرا عندما نستمع بهذه النسبة الكبيرة سبعة ملايين إلى ثمانية ملايين يمني مغتربين سواء في الدول الأجنبية أو العربية يعني كيف يقرأ البش مهندس أيمن السروري عن موقف كثير من نخب الأكاديمية يعني في تميزهم وأيضا في تألقهم وتحديهم للصعاب سواء موجودين حقيقة إلى اليوم في الداخل وأيضا في الخارج في ظل هذه الأوضاع المتردية طبعا في إذا تحدثنا عن الخارج حيث أني إلى حد ما ضليع فيها منذ هجرتي بعد الثانوية العامة في 2002 إلى المملكة العربية السعودية والدراسة ومن ثم العيش في المملكة والخليج كمغترب يبحث عن مستوى عيش أفضل فسأكون إلى حد ما منصف ملم ومنصف ملم. قدر الامكان على جميل. عكس الداخل، الداخل ما عرفناه هو ما كان نتاج الحرب الحاليه التي حصلت لليمن والتشتت الذي حصل لكل النخب الاكاديميه والتي توزعت في شتى انحاء العالم. فان كان على مستوى الخارج فنحن نجد تقصير كبير، خلنا نقولها بصراحه انه التقصير اللي حاصل عدم وجود حاضنه تلم شتات النخب الاكاديميه في الخارج. فعلى سبيل المثال ان كانت تخصصيه في الشان الهندسي او في الشان الصحي او قل في الشان السياسي والاعلامي فلا يوجد اي امتداد لمتابعه شؤونهم والاهتمام بهم حتى يتم اعاده تشكيل اقوى وافضل مما كنا عليه لانه السنين تمر. ولا يخفى عليك الان كل كل يوم اذا لم تطور نفسك فيه على المستوى الشخصي او الاكاديمي او المهني فسيضيع عليك الكثير والكثير من الفرص والفوائد. اما على المستوى المحلي وهذا هو الداخلي عفوا فهو عباره عن جهاد ونضال وكفاح نسال الله ان يعوضهم خيرا عما يعانوه. في داخل الوطن من صعوبات ومناضلات عالميه يشهد لها التاريخ وهذا ما لمسناه في تميز على مستوى الجامعات التي في مناطق المحرره حاليا وما يقوم فيه من جهد كبير جدا للنهوض بمستوى العمل التعليمي. آه النخب الأكاديمية معول عليها في الداخل أن تكون منصفة وأن تكون آه تنهض بمستوى النشأ الحالي إلى مستويات على الأقل متقاربة مع ما يشهده العالم من تطور ولو على سبيل الاستعراض آه لما وصل إليه العالم حتى نكون في الصورة على الأقل لا, لا نكون مغيبين عن المشهد نعم يعني باش مهندس أيمن كما ذكرت أنت أود أن أنتقل إلى محور آخر وهو الحديث عن الحرب العبثية كما ذكرت بأن هناك كفاح هناك نضال من النخب الأكاديمية وفي شتى المجالات اليوم في الداخل اليمني رغم هذه المعاناة إلى أنهم يتألقوا ويتصدروا دائما المشهد في تميزهم قراءتكم لتأثير هذه الحرب اليوم العبثية التي تشهدها البلد على الباحثين وعلى النخب وعلى أيضا المنشآت في الدولة كونك أيضا مهتم في العقارات وفي تطوير المنشآت صحيح هو على مستويين وهو مستوى الباحثين في الداخل أعتقد أن هذا الشيء يعتبر كأنه أشبه بحقل التجارب فالمفروض أن تكون هذه الممارسات التي تتم حاليا السلبية التي تعيث بالأرض فسادا وبالمجتمع والنسيج الاجتماعي الشيء السلبي كثيرا أن يكون هناك تصدر للبحث المتقدم جدا لحتى تضع الحرب اوزارها اكيد كلنا متفائلون بذلك وتعود الحياه في اليمن الى سابق عهدها وافضل من ذلك بكثير باذن الله وكلنا تفاؤل فسنجد على الصعيد البحثي كل الامور متاهبه للقيام باعاده الاعمار على المستويين العلمي وما ينتج عنه من حقائق عمليه تصب في مصلحه تطوير البلد آه لكن هذا آه في ظل الوضع القائم آه نلحظ فيه قصور كبير جدا آه لقلة الإمكانات وهذا يجب أن نعترف فيه وأن آه لا نلوم الباحثين في اليمن بشكل كبير جدا لانه انت تعرف ان الباحثين يحتاجون الى دعم في في مسيرتهم العلميه، الجامعات في العالم تمنح لكل باحث منحه ماليه لحتى يقوم باخراج منتج يستفيد منه البلد وليس مجرد تنظير فلسفي او نتائج نظريه لا لا يفقه الواقع منها شيئا، فقراءتي بان الوضع يجب ان يتطور وان يعطى ميزانيه واضحه لمجال البحث العلمي في اعاده الاعمار للمرحله القادمه وما ينعكس عليه من تطوير النسيج الفكري والاجتماعي ليعود للمرحله الافضل في الحياه في تساؤلنا عن الحياة الجامعية في بلد الاغتراب وأثرها على صقل الشخصية وما إلى ذلك في الحديث عنكم وعن كثير من الشباب الذين هاجروا من اليمن سيكون بعد هذا الفاصل فقط استسمحني باش مهندس أيمن السروري مشاهد الكرام فاصل قصير ونعود نواصل ضمن برنامج ضيف التلفزيون ابقوا معنا الله من جديد مشاهدينا الكرام ومعي ضيفي الباش مهندس أيمن السروري مستشار في تطوير الأعمال وباحث في الدكتوراه مرحبا بكم جديد أهلا وسهلا أخي سمير الله يبارك فيك كنت أتحدث قبل الفاصل عن تساؤل مهم وهي الحياة الجامعية بشكل عام لكل الطلاب المبتعثين في الخارج والذين يدرسون على حسابهم الشخصي أيضا أنت وكثير من الشباب الحياة الجامعية في بلد الاغتراب وكيف أثرت على صقل شخصية هؤلاء الشباب اليوم واكتسابهم للمهارات المتعددة الحياه الجامعيه في بلد الاغتراب شيء مهم جدا بصراحه يعني كانت ممارسه جميله ان نخوض غمار هذه التجربه منذ العهد المبكر للشخص وهو انطلاقه من مدرسه الثانويه البسيطه في احدى قرى اليمن الجميل في قدس الجميله يعني تشعر بانك تنتقل من عهد الى عهد من تاريخ الى تاريخ من حضاره الى حضاره وهذا الذي حدث عندما انتقلنا الى المملكه العربيه السعوديه في ظل اول بعثات تعليميه بعد ان كانت منقطعه من ازمه الخليج واستعادتها حكومه البلدين باتفاقيه رعاها الامير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله فكان منذ اليوم الاول للطالب اليمني عهد على نفسه أن يسقل مهاراته وأن يبدع وينتج الكثير ليشرف اليمن ويعود إليها سالما غانما معافى ومن ثم يقوم بإسقاط كل ما تعلمه ودرسه وخبراته التي استفادها في بلد الاغتراب على واقع حياته المهنيه في بلده حتى يعود بالنفع الكبير ما ما يفرق بين طالب واخر في الحياه الجامعيه هي مدى قدره الشخص على الالمام خارج التخصص، وهذه من الاشياء التي ننادي فيها دائما. وهي موضوع آه الخروج خارج الصندوق او التفكير خارج الصندوق. وهذه ما ما نرغب فيه الان في ظل آه تنامي الخروج من اليمن للبعثات سواء على حساب الشخص او الطالب او على حساب الحكومات. آه الأول وزارة عفوا بأنه يفكر خارج الصندوق. الصندوق الذي أتى من أجله هو شيء جميل ولكن ما تم إعطاؤه لنا هو الدراسة والعمل الأكاديمي والبحث الأكاديمي المباشر. علاوة على ذلك يوجد العديد من المهارات الجانبية التي يجب على الشخص أن يصقل مهاراته، فإن كان مبتعث لدراسة اللغة العربية أو, أو الطب فلا أو الهندسة فلا بأس بأن يتعلم مهارات اللغة الإنجليزية فلا بأس أن يتعلم مهارات التطور الذاتي وعلوم النفس والبيئة على هيئة دبلومات على هيئة أبحاث على هيئة قراءات واطلاعات لا بأس أن يتعلم فكر وثقافة القراءة والاطلاع كيف يقرأ كتاباً مكون من 300 صفحة كيف لا يهاب القراءة فنحن نهيب بكل طالب، بكل شخص ينشد الحياه الجامعيه في مراحل بالذات في مراحل البكالوريوس بصراحه، لان هي المرحله التي يكتسب فيها الشخص ويستطيع ان يبلور كافه معتقداته وافكاره الى افكار جميله منفتحه تصف في مصلحه الشخص اولا، وبعد عودته لليمن اكيد سيجعل من نفسه عامله عامله بناء، عامله بناء في كل مكان. في كل, في كل حقل يستطيع أن كان مهندساً معمارياً أن يصل فيعمل في, في الهندسة المعمارية في إدارة المشاريع في التطوير في, في أي وزارة من الوزارات وليس بالشرط أن يكون في, في حقل هندسي بحت نعم يعني سيكون هناك كثير من الذين سيعودون الى هذا الوطن هم العناصر الفعاله لبناء الوطن وخاصه اننا بحاجه لهم اليوم حاجه ماسه لكل هؤلاء النخب الذين غادروا اليمن ان يعودوا مجددا ولكن عندما يوجد الامن والاستقرار هذا لابد فعلا نعم اذا كثير من هؤلاء الشباب الذين عسفوا عن الوطن وذهبوا الى هذه البلدان الاجنبيه والعربيه نلاحظ انهم خلاص يستمروا حتى في حياتهم يعني يبدؤون في حياه اخرى وهي الحياه المهنيه بعد ان كما يبدو انتم ايضا باش مهندس يعني درست البكالوريوس والماجستير في المملكه العربيه السعوديه واليوم تحضر الدكتوراه في في ماليزيا وتعمل اليوم ايضا في احدى الشركات في المملكه العربيه السعوديه في التطوير وما الى ذلك وخلاص واسرتك موجوده وانتهى يعني انت الان تعيش في السعوديه كما يقول لكن كثير من هذه الشواهد موجوده حتى في دول اوروبا. اود ان اتحدث عن هذه الحياه يعني الحياه المهنيه و والمسؤوليات الخاصة لديك أسرة ومعك مسؤولية معهم يعني على نطاق الأسرة أيضا موضوع أنك باحث أكاديمي تذهب إلى ماليزيا وهكذا كل هذه الأمور كيف يتم التوفيق بينها وبين بناء الفكر أيضا يعني أعتقد أنه ما ذكرته من علاقات على المستوى الثلاثي الجميل الذي ذكرته والذي أستمتع حقيقة فيه يصب في بناء الفكر وتنوير هذا الفكر نعم نعم إن, إن أراد الشخص في تشكيل هذا الثلاثي الجميل لبناء فكره فهو الطريق الوحيد لذلك لأنه نحن نطور من أجل أسرتنا ومن أجل شخصيتنا ونعمل من أجل كسب لقمة العيش وأن يعيش أهلنا في اليمن بسلام وأمان وفي حالة من الستر المعيشي فإن أتى أحدهم إلى اليمن، خلينا نضرب مثال. أوه. إذا أتى أحدهم إلى اليمن وهو يعمل بجد واجتهاد وكفاح ونضال بدون دراسة ولا اهتمام بالجانب العلمي. سيعود وعادوا الكثيرين الآن ولاحظنا عودة في ظل الظروف الحالية التي شهدتها المرحلة الأخيرة في البلد، فعوداً لا نقول حميداً وإنما كان مشوباً بالكثير من التشاؤمات. التي القت بظلالها مباشره على المغترب اليمني اين انا؟ ما المخزون العلمي الذي لدي حتى اعود الى اليمن واناضل فيه واكافح؟ ما المخزون الذي استطيع ان انتجه للبلد حاليا بما انا فيه؟ فبعضهم كان لديه المال والمال ينتهي ويزول. اما الفكر فيبقى منيرا للانسان في حياته ويستطيع ان ان يستخدمه. فكانت هذه فكرتي منذ ان تخرجت من الـ من الجامعه في البكالوريوس اني ابذل الجهد في كسب الرزق ولكن الهدف والمدى موجود امامي بان لابد من الماجستير والدكتوراه وهذا بفضل الله ثم بتوجيه الوالد حفظه الله لان يكون الماجستير والدكتوراه هما هدفي المنشودين في المراحل القادمه ولكن ليس في ظرف سنه او سنتين او ثلاث يظل الهدف في الحياة مشتعلا في القلب حتى يعطيك نوع من الحماس أضف إلى ذلك أنه بناء الفكر في أي شركة تعمل فيها لا تعمل في إطار فقط معيشي دوام من الصباح للمساء وتعود فهذه حياة بائسة لأنه أنت تقضي ما يقارب 33% من وقتك في العمل ونفسه في النوم فما بقي من الوقت الاخر لا يكاد يكون الا للمواصلات وذلك نعم اود ان اسالك عن ما دور المهارات المكتسبه اليوم الفطريه في الابداع والرغبه في التغيير بايجابيه في المجتمعات. طبعا لا يخفى على علمكم ان المهارات تزيد من صقل صقل المواهب الكامنه في الشخص. فان كانت المهاره في موهبة للشخص لديه فاكتساب المهارات الخاصة تنمي هذه الموهبة وإن كانت المهارات تنم عن, عن تعزيز مهنة معينة في الحياة فهي ستضيف الكثير للإنسان لأنه على سبيل المثال نحن نعتبر اللغة الإنجليزية ونعتبر القدرة على الحديث واستجلاب القبول المجتمعي للشخص ينوم على رسوخ فكري ورسوخ نفسي داخلي لأنه الآن أكثر ما يعاني منه الإنسان في كل دول العالم أو في الحياة هو أن يعيش في صراع مع نفسه فإن نجوت من هذا الصراع ستعيش بسلام فلا ينجو منه إلا بتعزيز كل المهارات التي تضيف إلى نفسك ما معنى أنك ناجح وتزيد من الثقة العالية عند هذا طبعًا الشخص طبعا طبعا النجاح عبارة عن هو ما تراه بداخلك صحيح فإن وصلت إليها الآن أنا في الدكتوراه حاليا لدي هدف بعد الدكتوراه فإن أكملت الدكتوراه ووقفت عند هذا الهدف ولم أكمله سيبقى في الداخل شيء يحول بيني وبين السعادة التي أنا أرغب بها فالمهارات التي يجب أن يتحقق منها الشخص هي مهارات متعددة في الحياة يستطيع استخدامها لتحقيق أهدافه فهذه لابد منها ان تكون يعني عنوان ومتفق عليها ايضا، يعني نعم. هي ليست بالشيء البعيد عن وليس يعني هي تكاد تكون مشتركه بين الطبيب والمهندس والاداري والعامل حتى العامل. نحن عمالنا احبابنا في اليمنيين الموجودين في كل دول العالم الان لا يخرج الى بلد الاغتراب الا بالرغبه في كسب العيش فقط. غير انه يكون زي بقيه دول العالم عندهم آآ انه آآ عامل النظافه لابد ان يكون لديه من المهارات ويعود الى البيت بعد دوامه يقرا في القصص والروايات، نحن لا يوجد عندنا يعني ولا لا استطيع ان اقول احصائيه ولكن من واقع معايشتنا في البلد ل 15 سنه وزياده لا يوجد احد من العمال يقول ساعود للبيت واقرا روايه أو, أو, او اين مكتبتك ايها العامل، بل عوضا عن ذلك لا يوجد احيانا من النخب او المثقفين من يحوز عليها. فهذه مسؤولية عظيمة ومشوار طويل يجب أن نبدأه ولو بخطوة واحدة فسنستمر على هذا بإذن الله تعالى ما هي النصيحة التي يوجهها الباش مهندس أيمن السروري وفي هذا التألق الدائم والمستمر لإخوانك المغتربين وإخواننا الذين عادوا إلى أرض الوطن اليوم بسبب هذه الظروف الراهنة يعني نعرف انهم عادوا في كاهلهم الكثير من الاسى ويعني اصبحوا خلاص الجماعه عندهم قلق واحباط كبير حقيقه للاسف الشديد ونحن نقول الله يعينهم عبر شاشه قناه عدن الفضائيه ويقويهم ما هي النصيحه التي توجهها لهؤلاء العاملين الذين عادوا الى ارض الوطن اليوم؟ صراحة إن كان من نصيحة فسنوجهها لأنفسنا أولا نحن المغتربين والقابعين حتى الآن والماكثين آه لكي لا يأتينا مثل ما أتى سالف سالفنا من الناس الذين حصل لهم هذا الذي يعتبره في بعض الأمور نقدر أن نسميه مصاب لأنه فعلا سمعنا قصص وأشياء يشعر الإنسان فيها بنوع من الأسى لكن إن كانت من نصيحة في أنه الإنسان ما زال في في عهده الجميل وفي متسع من الحياه لكي يعيشها بالامل بالتفاؤل وهذا اول ما يكون في الانسان ان يعيش بالامل يعيش بالتفاؤل يعيش بالمحبه صحيح أن قائل سيقول لأن الناس ليست على عهدها السابقة من المحبة والتآلف لأن كل منهم ينشغل بنفسه وبأهله وبوضعه في اليمن فيأتي المغترب فيزيد الوضع سوءاً ولكن آه. <applause> كما يقال، آه لكن أنا أهيب بهم وأتمنى لهم توفيقا من الله سبحانه وتعالى يلا. وعملا بقول أحدهم إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده فلا نقول ان الاجتهاد هو سيكون سبيل النجاه والخلاص من المصيبه التي حصلت او كذا لكن لابد ان ندعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الحال ولعل الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليهم بخير فليطمئنوا واللي يشعروا بالرضا الحقيقي لانهم عاشوا في هذا البلد لسنين طوال واكلوا من من خيراته واضافوا الى خبرات هذا البلد الشيء الكثير الذي لا ينكره الا جاحد نعم. مع ذلك الان انا متاكد وقد سمعنا اخبار طيبه ولكنها قليله لحد الان من ناس وصلوا الى اليمن وبداوا بشراء شيء من مما جنوه من هذا البلد وبداوا ب عمل تجارة بسيطة وبعضهم بدأ يكد ويجتهد ف... ف... ينظر الإنسان نعم. دائماً للجوانب الإيجابية نعم. أكثر. نعم. هذا الشيء لأنه الآن إذا سمعت الأشياء السلبية وبدأت تفتح أذنك للأشياء السلبية تزداد يعني سوءاً وإحباطاً صحيح نعم هذا الشيء آه باش مهندس أيضاً آه لكل مشروع لكل رؤية مستقبلية لكل طموح للإنسان لي ولك ولغيري من الشباب يعني لا يكون هناك دوافع وتكون هناك أيضاً نتائج نواتج لكل هذه المشاريع. الباش مهندس ايمن هل لديك من مشاريع طموحات اقدمت عليها مثلا؟ او مشاريع مستقبليه ورؤى؟ تقصد يعني شخصيه ناجحه او في, في كل الحالتين لا ستكون ناجحه ان شاء في الله في مسيره ستبقى. الحياه يوجد النجاح والفشل والفشل هو يعني يكاد يكون خيار استراتيجي في بعض الامور لحتى من اقدم على مرحله من مراحل المشاريع على غير درايه ورويه فلا بد ان يكون الفشل مصيره نعم. وهو خيار يستخدمه للانتقال الى مرحله اخرى من التطور وهذا ما حصل في اولى مشاريع التي نشدت فيها تطوير البنيه الاساسيه للمجتمعات وهي الاسره الاسره والعائله هي منطلق واشعاع حضاره المجتمع وتطور الدول والحضارات بشكل كبير جدا صحيح لا يخفى على حقيقي علمك ان الاسره هي مجتمع مصغر والاسره هي تتكون من الطبيب والمهندس والعالم والزوجه وربة المنزل والزوج وكل الموجودين هم يشكلون كل الاطياف فلك ان تتخيل ان يكون هؤلاء جميعهم يمثلون شركه فكان هذا منطلق فكرتي في مشروعي الاول وهو الهويه العائليه يعني اللي هي الفاميلي ايدنتيتي يسموها كنت اسميها كذا بطريقه او باخرى في بدايتها لما بحثت على المشروع على المستوى العربي والاجنبي فلم اجد له مثيل فبحثت مع الإخوة في المنطقة الشرقية كنا ذاك اليوم في 2011 وبدأنا بعمل أبحاث لنعرف من بدأ بهذا المشروع المتكامل فلم نجد إلا أمور متشتتة يعني كيفية تربية الأولاد كيفية الحفاظ على البيت كيفية نظافة البيت الأكل والشرب وهذه الأكل والشرب والعلاقات ها. هذه العادية التي لا ينتج منها تطوير أفكار عملاقة لأننا نريد الآن لا نريد رتابة في الموضوع كل ما يحصل الان حاليا هو رتابه في الشيء، اذا اردت ان ترتب شيء في البيت يحصل نوع من كانك مليت من الموضوع، فنريد شيء يعني ينهض بالمجتمع وخير الانسان من يبدا ب يعني هذا المشروع مع نفسه، يعني اود ان اتساءل بدات معك في اسرتك في هذا المشروع. نعم نعم، هذا ما بدات فيه في الحقيقه انا بدات مع الزوجه والاولاد في, جيد. في هذا المشروع وبدانا نصيغ اهدافه ورسالته ورؤيته والحمد لله قطعنا شوط كبير كان حصيلته في السنة الأولى أن أن لقى المشروع قبولا على المستوى الأسر القريبة منا على المستوى المهني مثلاً. نعم في مدينة الدمام صح؟ مدينة من الدمام, الدمام. نعم. نعم. فتذكيرا لما كان في سؤالك السابق من يعني الجانب المهارات وكيف تصقل أماكن أخرى في حياتك فهذا فعلا أنا نقلته إلى المستوى المهني لما انت تكون في حياتك المهنيه رجل صاحب مشاريع وانت مهندس في حالتي ولا مثلا انت اداري او اعلامي ولكن في حالتك الاعلاميه هنا في في مكان عملك تنقل لهم صورا اخرى من حياتك الاجتماعيه وال والعلاقه الاسريه الناجحه فلقى المشروع لدرجه انه لما سويت المشروع في كتيب وعملت له اهدافه وشغله وايش النواتج الاوليه كان احد المدراء يقول لي في الشركه آه طيب انا احتاج اعمل لي اسرتي زي كذا ما تعمل لي يعني حاجه زي كذا يعني قلت له لا الموضوع هذا ما هو موضوع كافي بيس ولا ولا بزنس يعني احنا مش حنعمل بزنس عشان نبيع لا انت لازم تدخل نفس الكورس هذا اللي احنا عملناه وتشتغل فيه وانا جايب لك الماده العلميه كامله تمشي بس عليها. خير وبركة. ايوه بالشراكه لانه شراكه الزواج شراكه مقدسه من عند الله سبحانه وتعالى، وانا من خبرتي في الشركات اللي مشيت فيها من 2009 والى الان، كنت اعمل في ظل مجموعات قابضه. مجموعة من الشركات التي تقوم بتسيير المشروع منذ انطلاقه وحتى تسليمه للعميل، فالمشروع يحتوي على التصميم والشعار والالوان، وبعدين يدخل في المخططات ويمر بالتنفيذ، وانتهاء بالديكور والاشياء الجميلة اللي تسقله، فكان هذا المسار هو الذي نقوم فيه، ولكن كل شيء لا يستطيع أن المهندس ان ينفذ المخطط في الموقع الا بالاوراق، فكذلك في الحياة اسقطتها في حياتي العائلية، لا نستطيع ان نربي اولادنا الا باوراق. الورقة الأولى ولكن الكتاب المقدس الأول هو القرآن الكريم والسنة النبوية فلا بد أن يكون هو هما المعيارين نعم الرئيسيين صحيح في الحياة وبعد ذلك أسقطت كافة الرؤى الجديدة والحديثة والمعاصرة من الأجانب وكيف يطوروا أولادهم وكيف يربوهم وبدأنا نكتبها يوم بيوم خط بخط وكذا والمشروع ما زال ايضا في في مساره المتوسط خلينا نقول ماشي في حاله يمكن 60% ولكن العديد من الناس عرفوا عنه وبدانا نشكل ورش عمل لتطويره وصقله وان شاء الله في القادم يرى النور على المستوى خلينا نقول المحلي في المملكه العربيه السعوديه او في اليمن اذا سمحت الظروف لنشره على هيئه كورسات او ورش عمل تعالى وهل من مشاريع اخرى مثلا هذا مشروع جيد حقيقه والله المشاريع تكثر ولكن يكاد يكون كلها يدور حول يعني خلنا نقول المشروع الأخير كان هو عبارة عن مؤسسة وقفية أنا عملت في الشركات السابقة وكان روادها وملاكها من أصحاب الخير ورجال الأعمال المشهورين في البلد ولهم إسهاماتهم العائلية في المجتمع على هيئة شركات عائلية منفردة تمول سنويا بمبلغ من المال وتنفق في الخير للناس بشكل أجمع لكن هؤلاء لديهم الخير الكثير من المال ولكن انا ليس لدي الا ما اقدمه من اسهامات بسيطه ولكن استشارية مدعمه استشاريه وهي عن عباره عن توعيه النشر نعم. توعيه النشر الان الذي يحصل انه احنا ننظر ل ألف هل بيستفيدوا المئة ألف احتماليه استفادتهم تكون ضعيفه لكن انا لو مسكت عائلتي وعائلتي كان المحيط الخاص بها او الحجم يصل الى خمسين او مئة شيء جميل ممكن يطلع الشباب منهم عشرين استطيع انا ادير عشرين من الشباب بعيدا عن التنظير بعيدا عن التنظير يعني نعم. لو استفادوا ال من اسرتي ونقلت التجربه هذه الى مؤسسه اخرى لكن يكون ذلك في ظل خطط منظمة وليست عشوائية لأن العشوائية ما أنتجت فينا إلا العبث وعدم المسؤولية في المجتمعات نعم وتقييمكم للأسرة اليمنية والترابط المجتمعي في اليمن والله الأسرة اليمنية إن قيمناها فنحن يعني شهادتنا فيها مجروحة أصلاً لأنه نحن منها وفيها ويشهد لها على مستويات متعددة من الاخلاق والقيم وهذا هو اهم ما ينشده الانسان في في اسرته وبيئته. علاوه على ان المراه اليمنيه هي امراه صابره طيبه يعني قائمه بامور بيتها وطباختها ولا يخفى عليكم الطبخ اليمني وكل شيء جميل نعم. كونك <applause> مستشار في تطوير الاعمال، يعني هل من خطط جديده لديكم التي يمكن ان يعني عبر شاشه قناه الفضائيه ان تقدموها للجانب الحكومي في المناطق المحرره يعني كر رؤية لإعادة الإعمار يعني في بلادنا وخاصة في المناطق المحررة اليوم، وأيضا في جانب ريادة الأعمال؟ آه هذه يعني يحتاج له الموضوع رؤية جادة من الحكومة لتبني الرؤى الشابة. <applause> في الحقيقة يعني هذه يكاد يكون الإنسان منصف فيها لأنه آه إذا إذا أردت أن تنظر فزي ما تفضلت أخي سمير آه فالمجال واسع لكن إذا أردت أن تصيب الـ 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 الهدف فلا بد أن تنظر إلى الرؤى الشابة التي تعمل على تطوير الأعمال في البلد بذكاء بذكاء يقال يعني work smart not work hard يعني اعمل بذكاء ولا تعمل بجد احنا اليمنيين مشهورين بالجد بنحفر في الصخر لكن الـ 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 الخبير ولا الأجنبي بيجي يعمل بذكاء وبيخلص لك موضوعك بسرعة يعني أنا أود أعرف أين المشكلة يعني مثلا في بلادنا أين المشكلة في ما الذي ينقصنا اليوم عندنا الموارد الكثيرة عندنا الأذكياء أيضا عندنا يعني كل هذه الأمور يعني إيش الذي ينقصنا اليوم حتى نحن لن نستطيع أن نتمكن من من ننهض إلى مستوى حتى على مستوى الجيران يا جماعة صحيح أنا أوافقك الرأي أنه الأمر أحيانا يكون محير ولكن بداية كما أسلفت لك أن الحكومة لابد أن يكون لها تبني للكفاءات الشابة وإعطائهم الفرصة حتى على سبيل الإعلام خلينا نأخذ اليوم فرصة أن يكون الإعلام محفز الإعلام لابد أن يكون داعم لي ولو حتى على مستوى بعض البرامج التي كنت حتى أنا أفكر فيها بحكم علاقتي وحبي للإعلام ورغبتي بأن يكون الظهور الإعلامي للكفاءات الشابة هو الشيء الذي ندندن عليه دائما جيد. لأنه إذا, إذا كان هذا موضوعنا فإذا اطلع العالم علينا فسيجد ماذا؟ سيجد كفاءات شابة سيجد مسابقات على, على اختراعات معينة مشاريع هادفة الان لا, لا نعرف اذا كان هناك مشروع من مشروع اعاده الاعمار لن نعرف فيه ولن تعرف فيه اي كفاءات شابه في العالم العربي ولا العالم الاسلامي ولا العالم مشغولين في المناكفات السياسيه نعم التي نعم أيوة وحتى ان وصل هذا المشروع من اعاده الاعمار يعني الا ان وجد الخيرين وهذا الذي لمسته من احد الوزراء والذي تواصل معي شخصيا واخبرني بان هناك اعاده اعمار في اليمن ولابد ان نجد مثل كفاءتكم الشابه ومن امثالكم وتعملون على هيئه جميل. ورش عمل وكان هذا شيء مشجع لي كنت في ماليزيا ورغبت بالعوده مباشره لمقابلته في السعوديه املا بانه نضيف انا كرجل متخصص في الهندسه القيميه وهي الدراسات التي تحصل على اقل تكلفه ممكنه للمنتج بحيث يؤدي الوظيفه المطلوبه منه وهذه عباره عن شهادات تؤخذ من امريكا، نحن اخذناها في 2007 ايام سنه خامسه في الجامعه، وحصلت عليها والحمد لله عملنا فيها في السعوديه توفير لبعض المشاريع ما يزيد عن 25%، لك ان تخيل اذا عندك مليار مشروع بمليار انا حوفر لك منه 250 مليون ريال. 250 هذه بتوخذ بتوضع في مستشفى بتوضع في مجمع سكني يخدم المجتمع وتوزع شقق سكنيه من غرفه وصاله لكل انسان الان في اليمن، احنا لا نحتاج في اليمن الان تخيل ان الاسره في اليمن تعيش في في ما يقارب بالحسابات اليمنيه لابنتين اي م. 88 متر مربع تريد ان تعيش في ظل هذا الشيء او هذه المساحه البسيطه قنوعين ناس قنوعين جدا نعم. يعني حسبنا في بعض المشاريع اذا 88 متر مربع في ألف أسرة إذا قلنا الآن أنه في ألف أسرة ولا مهجري دماج ولا مهجري أي محافظة أخرى من الذين حصل لهم هذا الظرف الصعب سأل الله أن يعينهم تستطيع أن تحتويهم بشكل سهل لكن إذا وجدت النوايا الصادقة ووجدت احتواء للكفاءات وهذا ما ذكرت لك يمكن في نقاشات ودية سابقة أن يوجد تكتلات جميل باش مهندس ايمن يعني من خلال النقاشات الوديه التي كان بيننا تواصل هاتفي وزرتكم ايضا الى شركتكم في الدمام حقيقه سعدت جدا بالافكار التي تحملها سعاده المستشار يعني نود عن عن الفكره التي ذكرتها في الجانب الاعلامي التي ممكن ان تظهر كل الكفاءات المتواجده للنخب اليمنيه اللي موجوده في دول الخليج وايضا في الدول الاجنبيه بشكل مختصر حتى يعرفها السيده المشاهد ونعرفها ايضا نحن ان شاء الله تكون لنا السبق في تبنيها باذن الله. ان شاء الله، هو حقيقة الـ 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 الموضوع عبارة عن برنامج يحوي يحوي خلينا نقول الآن العالم يسابقون في مجال الصوت ونحن نريد أن نسابق في مجال الفكر. فإن كان الصوت هو الجمال الذي يضفيه الإنسان على نفسه، فالأفكار البناءة هي التي تصيب العقل بالشفاء المطلق من الأفكار السلبية الأخرى، أو بالأصح التي تعطي للعقل تنويراً وفكراً طيباً. فإن أصبح الشخص الآن في حضانة أو في حاضنة خلينا نقول في حاضنه علميه وليكون على هيئه برنامج ويكون الاطباء في جانب والمهندسين في جانب او الاطباء في حلقه والمهندسين في حلقه فهذا سيحصل نوع من الفلتريشن يعني ترشيح او تنقيح لكفاءات الأفضلية نعم يوضع المشروع ده. وهو مشروع إعادة إعمار صنعاء أو إعادة إعمار عدن أو إعادة إعمار تعز على هيئة دراسات أولية استراتيجية وبعدها كل مهندس معماري يريد أن يشارك أو كل مهندس زراعي أو طب طبيب إذا كان المشروع طبي يجمع له فريق ويقدم مشروعه كمسابقة شيء جميل جدا والمسابقة هذه تقيم من قبل الجهة واليوم لا يخفي الجميع بأنه في دول الخليج المستشفيات فيها كثير من النخب الطبية اليمنية تصدر البروفيسورات الذين يقومون يعني العمليات الكبرى في زراعة في الزراعات في العمليات المفتوحة في العظام صدقت هذا في الجانب الطبي وإذا ذهبنا إلى الجامعات في دول الخليج المملكة وغيرها من الدول تجد البروفيسورات والدكاترة العمالقة في هذه فعلاً المؤسسات الأكاديمية ما تذهب لكن لم يظهروا الناس ما تعرفها نحن نعرفها بحكم أنه احتكاكنا الاجتماعي صحيح وكذلك في كثير من المجالات ايضا المهندسين في كثير من الشركات العقاريه في السعوديه وجدت الكثير من المهندسين لا احد يسمع بهم فكلام جيد جدا واصل استاذ في هذا الموضوع يعني نعم فالمشاريع ست على على هيئه لجان تحكيم تختار بعنايه من الوزارات او الباحثين المختصين وتعرض في برامج عبر تصفيات خاصه باختيار المشروع الامثل الشيء الذي دائما يضفي البهجة هو حب المنافسة والحماس المتواجد والحماس أيوة صحيح فإن إن, إن توجت ذلك بنوع من المسابقة أو الرغبة في الفوز بمسابقة وأعطيت لها مثلا المركز الأول وليكن كذا ألف دولار والمركز الثاني كذا أحيانا أو أحي تعرف اليمني قنوع زي ما تفضلت جدا لا. يعني انه اذا قلت لليمني انك ستحتضن تواجده في الخليج وهو في اوروبا او في اوروبا وهو في الخليج او في اليمن وتاتي به الى اي دوله اخرى يكفي ذلك ان تحضره وتحضر معه اوراقه وما قام به من عمل وترجعه الى بلده سالما غانما. فقط لا قبل أكثر. ما هي شي 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 ولا ما شيء شيء ولا اي عائد فقط هذه استضافته يعني فقط ليقدم ليقدم ما لديك فعلا نعم. احنا وجدنا انه في ناس بيقدم او على الاقل على الاقل ان ما وجدت من التقديم اللي يحصل اي فائده الا حاجه واحده هو انه مخرجاتنا سيئه نعم. لا سمح الله اذا وجدنا انه مثلا ما تم تقديمه من الداخل اليمني مثلا لا يرقى الى مستوى معين ستجد ان المستويات التي اتت من الخليج او من دول العالم الاخرى أه تعكس بانه يا جماعه لا ترى انتم لسه شغالين في النظام الاولي لا العالم شغالين في النظام هذا، فيسقط على واقع اليمن النظام الجديد، او انه اليمن يكون عندها اشياء وبادرات طيبه ويعرض للعالم ترى تفضلوا شوفوا اليمن ما هو الشغل اللي انتم متعودين عليه انه احنا شغل العشوائيه، شغل الشيء اللي هو التناحر الذي اصبنا العالم بمقتل. عن اليمن وحضارتها وفكرها البناء الذي شهد له العالم واشاد به النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام وكل حضاره سابقه لها في اليمن اصل ومنبع آه لكن ما وجدناه الان من اننا ننقل آه شيء سلبي آه لابد ان يتوج بي آه بي بنظره ايجابيه عبر هذه البرامج التي ستصقل مهاره الشخص وستضفي جانب اعلامي وتظهر هؤلاء النخب للناس ما تعرفها يا جماعه طبعا فعلا يعني الناس موجودين الان في الجامعات واسلفت لك ايضا في مشروع آه انه احنا لابد ان نحتوي هؤلاء الباحثين آه هناك باحثين الان ياتون من جامعات يمنيه الى السعوديه والى الخليج و ومجرد أن ينهي مرحلة الماجستير أو البكالوريوس ينتقل مباشرة لمراسلة شركات عالمية وينتقل مباشرة ولا نعرف عنه أي إحصائية لكن انت تخيل نعم. اما ان يكون امتدادا لبعثته العلميه من الجامعه اليمنيه او انه راسل الجامعه بطريقه خاصه وانتقل و واحنا بحاجه هؤلاء, وإحنا هؤلاء. بحاجه هؤلاء جابوا لنا النطيحه والمترديه وما السبع <applause> <applause> فعلا والله شيء مؤسف وال... حقيقه غير موجوده يعني كان يقال بان السفارات اليمنيه لا تابه لحال اليمني في في المكان الذي تواجد فيه طيب يا اخي لا تابه بشكل عام لكن على المستوى الخاص انت الان تستطيع كسفاره او كجهه تمثل البلد ان تاتي بلجنه من كل جامعه دكتور او بروفيسور أنا أول المتطوعين، أنا لن لن أقف مكتوف الأيدي والنعمة. ولذلك أقول بأنه شكلوا لجان وقولوا بأنه اللجنة هذه من جامعة كذا وجامعة كذا وجامعة كذا، تنظر في الكفاءات الشابة المتواجدة، تحصيهم بأسماء معينة، تعطيهم إذا كان في أي الآن الآن أصبح موضوع الرسائل النصية والإيميلات والنوتيفيكيشنز اللي ممكن تجي عن طريق البرامج شيء خلاص من القديم. ولكننا نح نحن الآن لا نعمل بهذا الشيء، إن أردت استخراج شيء يخصك عائليا كجواز لا يأتيك أن جوازك في المرحلة الفلانية بتذكير برسالة، أن جوازك في الإيميل على الأقل، هذا شيء غير موجود، فإحنا إذا ص يعني هذا الشيء ممكن يكون على المستوى الاستراتيجي آه في قصور ويعول عليه أنه استقرار البلد سيلعب دور في ذلك، لا بأس. اما على المستوى الاكاديمي فانا اكد لك انه احنا نستطيع عمل الكثير ولكن في ظل حاضنه يعني مثل الدوله التي تسمح بانه انت تمارس عملك بشكل صحيح، تعطي لك التصاريح انك تعمل، الجامعه الفلانيه ايضا ستشعر بانك انت ممثل لدوله مش ممثل لاي واحد وبالتالي لابد ان تخضع لنظام البلد الذي تعمل فيه. فلا بد ان يكون هناك هذه رساله قويه حقيقه باشمهندس ايمن ان شاء الله تصل الى السامعين إلى وزير التعليم العالي الذي تغيب كثيرا والى كل المسؤولين المعنيين في هذا المجال الخاص بالاكاديميه كل التحية لك لكن في نهايه كل برنامج حقيقه باش مهندس ايمن السروري يكون للضيف النخبه المتواجد معنا بصمه كلمه للتاريخ بصمه المهندس ايمن السروري في نهايه برنامج ضيف التلفزيون والله يا اخي الحبيب ان كان من بصمه فهي آه كلمه اوجهها لكل آه يمني غيور على وطنه وعلى مجتمعه بان يكون له آه الاسبقيه فالتاريخ لا يرحم فلابد من الصحوه والعوده الى آه جاده الصواب ولن يكون ذلك الا بالتفكير خارج الصندوق نريد ان نفكر آه بشكل آه ابداعي بصمتي هي ان ادعو كل الشباب ان يكونوا على قدر من المسؤوليه في التفكير بابداعيه مفرطه وعدم التقوقع حول الافكار السلبيه والمضي قدما فالمستقبل مضيء ومشرق والله سبحانه وتعالى خير معين وهادي الى الى سواء السبيل. اللهم امين انا حقيقه سعيد جدا بهذه الحلقه النخبويه المتميزه برنامج صيف التلفزيون واحتفينا كثيرا بقدومك و يعني سمية. عانيتم من السفر جيتونا من الدمام إلى جدة حياكم الله, الله. سعدة جدا الله يبارك فيك وتشرفنا فيك حقيقة ونتمنى لك التوفيق الدائم مش أول لقاء سيكون عبر شاشة قناة عدن الفضائية نتمنى تكون معنا موجود إن شاء الله بإذن الله باذن الله وحياتنا يعني مرتبطه بهذه القناه الطيبه منذ الابتدائيه والاعداديه والثانويه اسال الله ان يديم عليكم العز والتمكين وان تعودوا ايضا بازدهار اكبر الى وطننا الحبيب اللهم امين تحيه لك باشمهندس ايمن مشاهدينا الكرام فحيثما حلقت الطائره في فضاء بلدان العالم ومدنه نجد يمنيا مهاجرا على هذه الطائره او تلك ضربا في الارض لطلب الرزق والكد في سبيل حياه افضل لم يحصل عليه في بلدته الام اليمن الموطن الاول لقصه البدايه اعانكم الله ايها الشعب العظيم المكافح في امان الله